الشرق الأوسط تحول إلى بقعة ساخنة تشهد تسارعاً ملحوظاً في وتيرة التصعيد الذي قد يدخلها في دائرة صراع جديدة قد تكون الأشد منذ سنوات. فإسرائيل تبنت نهجاً تصعيدياً غير مسبوق على الحدود مع لبنان، حيث استمرت في قيادة عمليات استهداف نوعية من ضمنها اغتيال أبرز قادة حزب الله اللبناني، فضلاً عن تفخيخ آلاف أجهزة الاتصالات اللاسلكية التابعة للحزب والتي أودت بحياة عشرات الضحايا من اللبنانيين، وذلك ضمن استراتيجية تحاول إسرائيل من خلالها إرسال رسائل ردع إلى خصومها في المنطقة. فرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو هدد بتغيير الشرق الأوسط. الاغتيالات الإسرائيلية بمثابة حلقة في مسلسل التصعيد العسكري المتواصل، حيث يبدو أن حكومة نتنياهو تتبع سياسة قطع الرؤوس لاستهداف القادة المؤثرين في حزب الله اللبناني وحركة حماس على حد سواء. الموقف الإسرائيلي يعكس حالة من الجنون الجماعي وفقاً لمحللين سياسيين، حيث تغامر تل أبيب بجعل الشرق الأوسط برميل بارود جاهز للانفجار في أي لحظة، في وقت تشهد المنطقة حالة من الهشاشة الإقليمية التي تسببت بها حرب الإبادة الجماعية المتواصلة على قطاع غزة. في ضوء هذه التطورات المتسارعة، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون عن إرسال حاملة طائرات وفرقاطات عسكرية إلى المياه الإقليمية في شرق المتوسط. التحرك الأمريكي يعكس القلق من احتمال اندلاع نزاع واسع النطاق، ولكنه بحسب مراقبين يأتي لتعزيز الدعم لإسرائيل في مواجهة أي هجوم انتقامي محتمل من حزب الله اللبناني وإيران. حيث نقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن رئيس مكتب المرشد الإيراني أن الرد على اغتيال إسماعيل هنية سيأتي قريباً. في ظل هذا المشهد المعقد، يبدو الشرق الأوسط على شفا كارثة قد تكون الأسوأ منذ عقود. فالعدوان الإسرائيلي على لبنان يحمل في طياته خطر الانفجار الوشيك، وفي ظل غياب أي مبادرات حقيقية لخفض التصعيد، تظل المنطقة عالقة في دوامة من التوترات التي قد تدفع بها نحو الهاوية.